واقع سيدتي دائما تعتز انها تكون بحملات و دائما مسؤوليتنا ان احنا نساهم في المجتمع، وانا اتوقع انها لها نتائج مهمه، ما هو بس على المستوى الاجتماعي، على المستوى الصحي، على المستوى الانساني، على المستوى النفسي. اتمنى كل انسان يتابع الحمله يتابع ميثاق حمله سيدتي لال السم. حمله سيدتي ضد السمنه الك والنا. مع حملة سيدتي ضد السمنة حياتي صارت أحلى، مشان هيك أنا مع حملة سيدتي لال السمنة لنمط حياة أفضل. لال السمنة يعني صحة نشاط حيوية، يعني ما فيش كسل